السلام عليكم اصدقائي، معكم دوم قناة اسهل واسرع الوصفات. النهاردة الفيديو مختلف عن كل مرة، هوريكم المشتريات بتاعي من السوق وهقول لكم كمان الاسعار بتاعتها. تابعوا معنا للاخر ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة. نبتدي باول حاجة. اول حاجة هنا اشتريت فرختين، دولي تقريبا 6 كيلو الا حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين اهم، قطعين 207، سعرهم 207. واشتريت فرختين تاني، دولي اقل منهم في الوزن، دولي سعرهم 170، 170 و207 الكيلو ب34. النهاردة الكيلو الفراخ ب34، وده كيلو كبد وقوانص ب40 جنيه. زي ما انتوا شايفين نصين كبد وقوانص كيلو ب40 جنيه. هضيف معاهم بقى الكبد والقوانص بتاع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبقى اعملهم كيسين كبد وقوانص وهعينهم بقى بعد ما اغسلهم كويس وكده. يعني دول كبد كيلو كبد وقوانص سعرهم 40، والفراخ سعرها 34. جبت 4 زي ما انتوا شايفين، وده سعر الفراخ. دلوقتي بقى معانا السردين والبوري، جبتهم عشان اخللهم وهنخللهم مع بعض في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ده 2 كيلو بوري، الكيلو ب70 جنيه، وده سردين كيلو سردين ب30 جنيه، وده البوري الكبير سعره 70 جنيه. ودي الخضرة الرابطة فيها بجنيه. جبت 3 مختلفين، بقدونس وكزبرة وشبت، الرابطة الواحدة بجنيه، يعني دول ب3 جنيه. هغسلهم كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهنشفهم كويس من المية وهسيبهم ينشفوا، هجففهم. يعني اشتريت نص كيلو من الترمس الحلو ونص كيلو من البليلة والعدس بجبة. البليلة والعدس، البليلة والترمس الحلو ب27 جنيه، ده نص وده نص، والعدس بجبة تقريبا 12 جنيه نص كيلو. ودي الملوخية جبتها 3 كيلو ب15 جنيه، كيلو ب5 جنيه. قطفتها بالشكل ده كده، وهنبقى نعملها في فيديو ان شاء الله القادم. معانا هنا الذرة، ده بقى سعره يعني الواحد بجنيه، انا جبت 15 ب15 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. دول 15 واحد من الذرة، سعر الواحد جنيه. جبت 15 ب15 جنيه الذرة الاخضر ده، وهنبقى برضو نعمله في يوم مع بعض، برضو هوريك الفيديو القادم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. وده البدنجان، دولي كيلو ونص ب5 جنيه. البدنجان الاسود ده كيلو ونص ب5 جنيه، يعني 3 كيلو ب10 جنيه. دول كيلو ونص ب5 جنيه. وجبت كمان القرع العسلي ده اللي هو اليقطين، يعني
زي ما انتوا شايفين كده جبتها ب20 جنيه، دي ب20 جنيه. هنبقى نعملها برضو مع بعض في من الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة. ده شهد بقى 3 كيلو ب10 جنيه، 3 كيلو ب10 جنيه، والقرع العسل ب20، يعني دول كلهم ب30، الشهد والقرع العسل اليوكتين يعني. وده فلفل رومي، والفلفل الاخضر ده كيلو ب5 جنيه، وده نص كيلو الفلفل الرومي الأحمر، نص كيلو ب5 جنيه. والفلفل ده جايباه عشان أخلله هنعمله في الفيديو القادم إن شاء الله من ضمن الفيديوهات القادمة. الفلفل ده الكيلو فيه ب5 جنيه، أما الفلفل الرومي النص كيلو أنا جايبه نص كيلو ب5 جنيه، يعني دول ب10 جنيه، نص فلفل رومي وكيلو من الفلفل الحار ده ب5 جنيه، يعني دول ب10 جنيه. وجبت بقى التفاح الكيلو فيه ب10 جنيه، كيلو ونص ب15، وجبت من العنب الاسود ده ال2 كيلو ب25. وده نص كيلو من البنجر ب5 جنيه، النص كيلو ب5 جنيه.